يعني أقول الوالد كان صح في كثير من الأمور، وكثير يعني هذه رسالة برضه أوجهها لأي شخص. ترى أبوك أدرى، أبوك مهما كان أدرى، يعني حاول تأخذ رأي أبوك كأول رأي، من بعد رأيك، لأنه هو أدرى وقد ما شاف الحياة. لكن في برضه رسالة حتى للأباء، خلي ولدك لا تكون تهتم أكثر من ولدك في مستقبله، وريه أنه لابد أنه هو يهتم أكثر منك.